جلوگیری موجود است. ما خبرنگاران تحقیقاتی شبکه حقیقت اسلامی برای بررسی حقایق و تمام نقاط افغانستان سفر می‌کنیم. ونستمتع بثمار الخير ونطلع على آخر خطوات السير في طريق الدعوة والدعاء. فمن فقرة دعويات إلى مؤسسات دعوية، ومن مقطع دعوي إلى حوار مع داعية، والقلوب لكم داعية. بكم مستمعين الكرام إلى أولى الصفحات.